أهلا بكم من جديد. تعرض الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس في المركز الإسلامي بمدينة جنيفا السويسرية لوابل من الأسئلة المحرجة تتعلق بمواقفه ومواقف السعودية، خاصة فيما يتعلق بحربها على اليمن وحصارها لقطر. فعندما انتهت المحاضرة التي قدمها السديس بعنوان الأمن والمحافظة عليه، بدأ الناشط الجزائري يخلف صلاح الدين في إلقاء انتقادات للسديس في مقطع تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع في البداية هذا المقطع ثم نلتقي بالناشط الجزائري. يا أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقاش يا شيخ، يا شيخ في سؤال؟ ينضم إلينا عبر سكايب من جنيفا الناشط الجزائري يخلف صلاح الدين ليحدثنا أكثر عن كواليس لقاء الشيخ السديس في المركز الإسلامي في جنيف. أهلا وسهلا بك أستاذ يخلف. المقطع الذي كنت أنت بطله وشاهدناه منذ قليل وجد صدى كبيرا بطبيعة الحال على مواقع التواصل الاجتماعي. لو تحكي لنا في البداية عن كواليس هذا اللقاء، هذا المؤتمر، وأيضا ما الذي لم يحكيه هذا المقطع؟
مرحبا بكم أخي فاضل، ونشكر قناة الجزيرة على نقلها لما جرى وتواصلها معنا بعدما وصلها الفيديو عبر التواصل الاجتماعي، شبكة التواصل الاجتماعي. في الحقيقة يعني هذا الصيت الكبير لهذا الفيديو ما هو إلا تعبير عن غضب الشباب اليوم، لأنه شباب اليوم ليس شباب التسعينات أو شباب الثمانينات، هذا شباب عصر المعلوماتية، والآن سقطت الأقنعة، فالشباب الآن شباب واعي، ولا نستطيع أن نخدعه كما خدع من قبل في تسعينيات القرن الماضي أو في غيرها، أو في أزمة العراق أو ما بعدها. النكسات المتوالية. نعم أسمعك سيد يخلف، لو أمكن أن تعدل الصورة من جديد. نعم هكذا أفضل، تفضل. النكسات المتوالية التي هل تسمعني يا أخي؟ في انقطاع؟ نعم أسمعك. ما فيش صورة؟ نعم ولكني أسمعك، تفضل. لهؤلاء وهذه الأنظمة بالذات وعملتها التي يراها الشباب أنها أصبحت أنظمة عميلة تستعين ببعض الدعاة بفتاوي على مقاسها، فكنت صوت كل هؤلاء، لأنه هذا الكلام الذي قلته له البارحة يعبر عن ملايين، عن ما يكبت في صدور الملايين. وتلقيت اتصالات سواء عبر شبكة المعلوماتية أو الفيسبوك أو تويتر أو غيره، وكذلك من المعارف يشكرونني في على هذا الموقف، لأنه يقولون لي لقد شفيت صدورنا. نعم. أما عن موضوع الدعوة، أولا هذا السيد الذي يسموه شيخ السديس كان بدعوة من هيئة المراكز الإسلامية، وهي منظمة وهمية شكلها أحد الأئمة الجزائريين الذي طرد من قبل من مسجد بن يوشاتيل، ثم عمل بالسفارة الجزائرية، ثم عمل بالمركز، ثم طرد من المركز من سنتين، والآن رجع بطريقة أخرى. وكان هو قد انتقد هذا المركز في جريدة سويسرية يدعى سفيان المهاجري، قد انتقد هذا المركز في جريدة لا تريبين دو جناب الصادرة بجناب. لكن هؤلاء الناس يعني أكثر عملهم هو عمل مخابراتي، فممكن أن نجد داعية برتبة جنرال يساند ما يقوله السلطان، ولا لا نجد لقول الله ولا لسنة رسوله صدى عنده، بل نعم كامه يكون مع ما يتماشى مع ما يقوله السلطان وما يتماشى مع الوقت. نعم سيد يخلف، لماذا قررت أن تواجه هذا الكلام إلى الشيخ السديس؟ هل قال كلاما وجدت أنه من الواجب أن تقول له هذا الرد خلال هذا المؤتمر؟ نعم أخي الفاضل، أولا أستاذي الفاضل، نحن لسنا بحاجة إلى علماء أو دعاة مثل هذا، فلدينا طاقات وما يكفينا من علماء يفقهون الشرع ودكاترة في مجالات أخرى وفقهاء في الشرع في نفس الوقت، لأنه حتى الفتوى تصلح للزمان والمكان، ففتاويهم ممكن أن تتماشى عندهم لكن لا تتماشى عندنا، ولأن الفقهاء اجتمعوا على أن الفتوى تختلف حسب المكان والزمان، حسب المكان والزمان وكذلك المقام. يعني هؤلاء جاء ليحدثنا عن الأمن، وهم أصلا روعوا أولا شعوبهم، فنرى أن الكثير من العلماء والحقوقيين والدكاترة نعم نرى معذرة أخي لأنه في اتصالات وحاول أقطع، في السجون نساء حقوقيات في السجون، فعليهم أولا
أو لبعضنا كما يقول الشاعر: رأيت شرب النخل وعلى النظافة وحوله صف سكت الكتاب قبل أن تنصحنا. قم أولا بتوفير مقتضيات الأمن عندك في بلدك، العدل هو أساس الأمن. نعم ولكن فنمت. نعم. إذا هذه النقطة الأولى، لأنه نحن في بلد آمن والحمد لله، نحن في بلد ليس بالبلد المسلم لكن بلد عادل ولنا حقوق وواجبات. لا نريد من هؤلاء دعاة السلاطين الذين لما كان يقال مثلا أن القدس في خطر كانوا يقالوا يقولون إن الإرهاب في قطر، كنا ننتظر منهم موقفا مشرفا في قضية الأقصى، فبعدما خانوا الحرمين ها هم خانوا الحرم الثالث ودخلوا في تطبيع مع الصهاينة، تطبيع مباشر كان تحت الطاولة، ورأينا صفقة القرن الآن صار كانت طبخة وظهرت للعنان للجميع. كل نعم. هذا سيد يخلف، ولكن ربما هناك من يقول أن هذا الكلام من الجدير ومن المفترض أن يوجه إلى شخص سياسي يمثل السعودية وليس إلى رجل دين، ما هو رأيك؟ إذا كان رجل الدين رجل دين ولا يتدخل في السياسة، فهنا فرق هناك فرق بين رجل الدين العالم الرباني العامل وبين العالم البلاط أو داعية البلاط الذي يسخره السلطان لمآربه. فأنا أقول أن السديس بالنسبة لي وبخبرتي، أنا ابن 41 سنة، عرفت السديس منذ طفولتي وكنا كلنا شغف لمكة ولعلمائها، لكن سنة 92 مثلا رأينا مواقفه ومواقف ملكه في انقلاب 92 حيثما ساندوا وعطوا 3 مليار دولار للانقلابيين في الجزائر. خالد نزار ذكرها في مذكراته وذكر كيف استقبله فهد وكيف كانت مباركة السديس وغيره، وكذلك رأيناه في مصر وفي انقلاب مصر كيف ساندوا ودفعوا وضخوا الأموال، ورأيناهم في حصار أختهم قطر. يعني كيف أنك داعية تأتي لتدعيني ولتدعو لدين الله وتعلمني بالأمن وأنت تروع إخوانك وتفرق بين العائلات في شهر رمضان بين القبائل وبين الشعب الواحد، ثم رأيناهم كذلك مع خليلتهم وحليفتهم دولة الإمارات عندما أرادوا أن يقوموا بانقلاب في تركيا لكنه كان انقلابا فاشلا. إذا أركز أخي الفاضل على نقطة. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن قبل أن نستكمل النقاش تداول الناشطون مقطعا آخر لناشط مغربي قام أيضا بمهاجمة الشيخ السديس سائلا إياه عن حصار قطر وعن تصويت السعودية للملف الأمريكي لاستضافة كأس العالم 2026 وليس للملف المغربي. نتابع. الشيخ دعواتك يصلح الحال. الحمد لله. دعواتك يصلح الحال ما بين قطر والدول الأخرى. الشعب القطري الشقيق، لماذا الحصار؟ لماذا الحصار الجائر؟ ولماذا التصويت ضد المملكة المغربية؟ كما شاهدنا هذا المقطع، نعود مرة أخرى إليك سيد يخلف، ما تعليقك على هذا المقطع الذي رأيناه وهذه الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ؟ هذه النقطة التي كنت أريد أن أتكلمها، لكن أضف إضافة عندما نقول أنه شخص أو داعية أو إمام وليس سياسي، فالسيارة التي نقلته إلى المسجد كانت سيارة مرقمة بترقيم دبلوماسي، ومعناه أنه ما دام تنقل فيها من مفروض الدعاة والعلماء الآخرين يجيون في مرسيدس أو غيرها من السيارة الفاخرة، لكن هي كانت من البعثة السعودية، فيعني إنه يمارس السياسة. نرجع لنقطة الأخ المغربي الذي تكلم، فلم يتجاوز يعني انبطاحهم لأمريكا ورضوخ لها في صفقة القرن وفي بيع الحرم الثالث، بل ذهب الحقد ومساندة أمريكا والانبطاح لها بعدما دفعوا لها 470 مليار دولار، ذهبوا إلى الرياضة. يعني من كان من الأجدر أن العربي أو المسلم يفرح بتنظيم بلد مسلم رغم الخلافات لمنافسة رياضية،
وستعود عليه بالربح أيضا، لكن ذهبوا على خلاف غيرهم وبأوامر سيدهم أبو إفنكا لكي يساندوه من أجل تنظيم هذه. ممكن يكون هذا أيضا حقد، لأن دولة المملكة المغرب لم تمشي في ركابهم في حصار قطر وفي غيرها من بعض القضايا السياسية. نعم، وصلت إذن هذه الفكرة كاملة سيد يخلف صلاح الدين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنيف. إلى السعودية من جديد، ولكن مع حالة من الغضب سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بعد الغلاء الكبير في قيمة فواتير الكهرباء، ما دفع الكثير من المغردين لشن هجوم واسع على شركة الكهرباء مع اتهامات بالتلاعب في الفواتير نقلها الكثير من المغردين عبر منصة تويتر عبر هاشتاغ فاتورة الكهرباء، الذي شهد تفاعلا كبيرا من جانب المغردين السعوديين وضعه في صدارة الأكثر تداولا على تويتر في المملكة منذ صباح اليوم، ليصعد بعدها إلى صدارة الأكثر تداولا على مستوى العالم. كما تداول مغردون مقطعا ساخرا لكاتب سعودي يشير من خلاله إلى أن المواطن السعودي أصبح مثل سيخ الشاورما على حد وصفه. الآن كمان نقول الوزراء والمجلس الشورى يدخلون بحساب المواطن، الوزير يكفيها الوجاهة ويكفيها القروش ويكفيها الراتب، بعد نمسك حساب المواطن. يعني أنا قريت تشبيه صراحة عجبني، أحد الخبثاء يقول إن المواطن أصبح مثل سيخ الشاورما، النار في وجهه والسكين خلفه وجالس على خازوق. يعني تقريبا هو لا خسر، هذا واحد كاتبه ما هو لي، أنا أنقله فقط. الكثير من المقاطع أيضا تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حول فاتورة الكهرباء، منها هذا المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لشاب سعودي يبلغ شركة الكهرباء رسالة من أمه. بركاته أم بعد شركة الكهرباء شهر خمس. ليه فاتورتنا 1100؟ كم أمي كم؟ 1100. ليه 1200؟ ليه؟ قصرف راح، إحنا قصرف راح أمي بالله. 1200 والله. 1200 واحنا دور واحد. امي دورين بس اللي تحت ما فلوس. ما احنا جايبين فلوس. اطفوا الكهرباء، اطفوا الكهرباء. امي تقول اطفوا الكهرباء من دون كهربتكم. عشرات الآلاف من التغريدات جاءت أيضا على هاشتاغ فاتورة الكهرباء. نبدأ بتغريدة الكاتب الصحفي خالد مساعد الذي كتب قائلا: نار بزيادات تقسم ظهر الراتب الذي أصبح أسرع تبخرا من الماء على هاشتاغ فاتورة الكهرباء. أيضا يضيف حساب آخر: ما يحدث بالفواتير أمر لا يصدق، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما يقول الإعلامي السعودي. خالد أيضا غرد متسائلا بسخرية: ما في شركة بي أوت للكهرباء. كذلك غرد خالد الزهراني ساخرا: أستغرب من اللي زعلان على الفواتير، بصراحة أراها طبيعية جدا وقليلة جدا، الكهرباء ليست ضرورية بالحياة. حفلات راشد ومحمد عبدو ونوال وشيرين ومكافآت اللاعبين وراقصات الباليه والمصارعة أهم، لازم ندعم الترفيه والرياضة لأجل التطور، عزيزي المتضرر ادفع وانت ساكت. على الجانب الآخر غرد صاحب هذا الحساب أحمد الدعيج: والله ما هو تطبيل، وأنا فاتورتي عالية بسبب صرف العالي، لكن لا تهايط والقانون واضح، قارن فاتورتك بالعداد، إذا في خطأ أبشر بالعوض، وصورة الفاتورة موضح فيها كل شيء. و70% من المشاركين في الهاشتاج من أعداء الوطن، و30% لم يعرفوا حقهم. في حين رصد نشطاء في عشرات التغريدات قيمة فواتير الكهرباء التي تم تسجيلها في منازلهم، نتوقف مع هذه الصور.
كشف موقع ميدل إيست آي مجموعة جديدة من المراسلات المسربة للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة تبادل فيها معلومات حساسة مع مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في هذه الرسائل طلب العتيبة من رجل أعمال أمريكي مقرب من الرئيس ترامب ويدعى توم باراك، طلب منه الاطلاع على الأسماء المرشحة لتولي المناصب الرئيسية في إدارته، كما اقترح السفير الإماراتي على باراك تعيين شخصيات معينة في مناصب أمنية. كما تشير الرسائل المتبادلة بين الطرفين إلى أن باراك عرض ترتيب لقاء بين الدبلوماسي الإماراتي ودونالد ترامب في إبريل 2016 أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية. وتكشف الرسائل المسربة أن مقربين من الرئيس الأمريكي تعهدوا بأن تكون مصالح الإمارات في قلب سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. إذا مشاهدين تكون حلقة الليلة قد انتهت، تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.